المكان جميل جدا، الأجواء الرمضانية هنا يعني مختلفة تماما عن أي مكان آخر بالعلا. كذلك أيضا يعني أصحابي من دول مختلفة لما يجون للعلا، المكان الأول اللي أحرص أني أخذهم له اللواحة، وهم موجودين الآن معي على صفرة الإفطار. يعني الأجواء الرمضانية هنا جدا جميلة والمكان جدا جميل، ونشكر يعني نلاحظ هنا جهود الهيئة الملكية في المحافظة على التراث المادي واللامادي لهذه المنطقة العريقة التاريخية الأثرية. I would say my favorite part of Alula is really the nightlife and the experience, the shopping, the amazing food. Going into the old ruins is really inspiring and I really enjoy it. And I took some walks through the gardens during the day. It's very peaceful. But nothing compares to Alula. It's beautiful. The rock formations are unbelievable. The antiquities, the cultural experience has just been absolutely amazing. Hegra, I mean, you can't even explain Hegra to anybody. You have to go there. كل رمضان نحرص إن نجي هنا لأن منظر يعني جميل وأجواء رمضانية حلوة تكون بين الزروع وبين النخيل. مثل النخيل لنا لآباءنا وأجدادنا. وشيء تعودنا عليه خلاص. الله أكبر الله.